ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام حتى نبدأ بمحورنا لليوم. الموضوع الكلش مهم عن تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. أكيد في هذه المناسبة الحلوة مثل ما قلنا استضفنا ويانا اليوم ابن سمان زاغرز السيد عبد السلام برواري. أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا بكم. بداية السيد عبد السلام، تحدثنا عن الظروف اللي تأسست بها الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم، شكرا لهذه المناسبة. تحية واحترام للأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. أرجو أن تسمحوا لي بداية أن أتقدم تهنئة خاصة للسيد الرئيس مسعود برزاني بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك تحية إلى الكوادر وأعضاء وجماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحية إجلال وإكرام إلى عوائل وأرواح شهداء الحركة التحرير الكردية بصورة عامة وشهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش الظروف التي نعيشها حاليا. في الحقيقة تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء في ظل ظروف موضوعية محلية وإقليمية خاصة. تعرفين بانتهاء الحرب العالمية الثانية كانت هناك فكرة أساسية طرحها جورجي ديمتروف البلغاري عندما هاجم هتلر الاتحاد السوفيتي، تحالف الاتحاد السوفيتي مع دول أوروبا الغربية، فتولدت فكرة الجبهة الوطنية التي كانت تقريبا إطارا يسمح للأحزاب الشيوعية أن تتعامل مع الأحزاب البرجوازية. فكرة الجبهة الوطنية هذه اقتبسها البرزاني الخالد مصطفى البرزاني وحولها إلى فكرة بنى على أساسها المبادئ والمنطلقات التي يريدها للحزب الجديد. شيء آخر، في كردستان الشمالية تركيا كانت هناك فترة ظلام ويأس بعد فشل كافة الحركات والثورات منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى تلك الفترة والقمع الكبير الذي جوبهت به، كذلك الحال في كردستان العراق. إذن موضوعيا كانت هناك حاجة إلى تنظيم يعيد الأمل ويمكن له أن يجمع مختلف فئات وقطاعات الشعب لكي يمكن أن يتم تنظيمهم وتعبئتهم في سبيل الهدف المنشود. لذلك كانت إحدى الشروط الرئيسية للرئيس برزاني الخالد مصطفى البرزاني أن يقبل قيادة الحزب هي أن ترضى الأحزاب والتنظيمات التي كانت موجودة في كردستان العراق بأن تنضم إلى هذه التشكيلة الجديدة لكي تتحول إلى مظلة يجد فيها كل أفراد شعب كردستان من مختلف الأديان، من مختلف الطبقات الاجتماعية، توجهات الأيديولوجية، يجدون مكانهم فيها لأن القضية تحتاج جهودهم كلهم. هذا طبعا جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتحول إلى حزب تقريبا بقى وحيدا، لأنه لم تكن هناك حاجة موضوعية لحزب آخر. صحيح كان حزب الشيوعي موجود إلى 1975. الظروف التي سادت التأسيس كانت طبعا وجود جمهورية مهابات التي كان برزاني قد التجأ إليها، وبالتأكيد استفاد أيضا من خبراته الطويلة خلال تفاوضاته مع الحكومة العراقية والبريطانيين ووجوده في مهابات. في ظل هذه الظروف طبعا تشكل الحزب في 16/8/1946 في بغداد، وانتخب الرئيس البرزاني الخالد مصطفى البرزاني رئيسا له. طيب، نحن حكينا عن تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وتاريخه ومنذ تأسيسه لحتى 1946. إذا حبينا ندمج ولادة الرئيس مسعود برزاني و كيف ممكن نضيف هذا التاريخ إلى تاريخ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ يعني هي من حظ الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا أن يصادف تأسيس الحزب ولادة مسعود برزاني الرئيس مسعود برزاني. في الحقيقة كون البرزاني الخالد القائد المعترف به بدون منازع لشعب كردستان بصورة عامة، وبقاء الرئيس مسعود البرزاني بعيدا عن أبيه، لأن تعرفين بعد ولادته
بكم شهر اضطر بازان الخالد الى الالتجاء الى الاتحاد السوفيتي، وبقي الرئيس مسعود البرزاني كطفل مع والدته والاهل، وتقريبا اكثر الوقت كانوا مختفين. وفي بغداد درس في، انا اتذكر يعني اخي كان طالب في المدرسه الغربيه، كان حدثوه بان الرئيس مسعود برزاني ومرحوم ادريس برزاني كانوا طلاب هناك. بعد رجوع برزاني الخالد 1958 بدات العلاقه الجيده، بدات علاقه البرزاني الرئيس مسعود برزاني مع الحزب ومع والده. وعندما اندلعت ثوره ايلول في 61 لم تمضي اشهر التحق بعدها الرئيس مسعود برزاني بالثوره، وبدات علاقته وبعد هذا الترابط، هذا الترابط الموضوعي، واستمر ذلك الى مؤتمر الحزب في 1979 بعد وفاه البرزاني وانتخابه رئيسا للحزب. وهذا ممكن يكون تدويج لهذه الرمزيه وهذا هذا التوافق التاريخي. نرجع نركز على تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، شنو هي العوامل اللي جعلت من الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب مختلف عن غيره؟ شكرا جزيلا، سؤال جيد جدا، لأن هناك في الحقيقة أصدقاء الديمقراطي الكردستاني ومنافسوه أيضا يستغربون في كثير من الأحيان عندما يواجهون بمواقف من الحزب لم يكونوا يتوقعوها، بل وكانوا يتوقعون يمكن عكس ذلك. هذا يرجع إلى أن العوامل التي ساهمت أو أدت إلى تأسيس الحزب بهذا الشكل وبهذا المحتوى وقدرته على الاستمرار في قيادة الحركة التحرير الكردية لوحده من 46 إلى 75، ومن ثم مساهمته الرئيسية في قيادة ثورة أيلول ووصولا إلى تشكيل الجبهة الكردستانية، والدور الرئيسي الذي يلعبه سواء مع المعارضة العراقية أو في إدارة الإدارة الذاتية الكردستانية منذ 91، ثم دوره الكبير في لملمة المعارضة بعد 2000 أو قبل 2003، والدور الكبير الذي لعبه الرئيس مسعود برزاني بحكمته بخبرته بمقبوليته برؤياه وقراءته الصحيحة للأوضاع، هذا لم يأتي احتباطا. هناك حسب الكثير من المحللين والمتابعين والمؤرخين عدة عوامل ممكن أن نوجز ثلاثة منها لضيق الوقت جعلت الديمقراطي الكردستاني مختلفا عن بقية الأحزاب التي سبقته أو التي أتت بعده. واللي هي الأول عامل رئيسي هو وجود مصطفى البرزاني بكاريزما، بشعبيته، بمقبوليته، بخبرته الكثيرة. الشيء الثاني أيضا اللي هو أيضا ينطي قوة لمصطفى البرزاني هو إحنا اللي نسميه إحنا النهج البرزاني المستمد من الطريقة النقشبندية الصوفية، وبالذات الطريقة النقشبندية الصوفية الكردية التي تولدت على يد مولانا خالد نقشبندي، ثم أخذها الشيوخ نهره ومنهم أخذها شيوخ برزان. إذا تلاحظين في تاريخ الحركة التحرير الكردية المعاصر هناك ثلاثة أنماط للقيادات. القيادة الأولى هي القيادة الإقطاعية، عشيرة، رئيس عشيرة، بدأت بعد معركة جالديران وقبول العثمانيين بولادة الإمارات الكردية، إمارات الكردية في بوتان، هكاري، أردلان، بابان، عمادية، هذه كلها كانت حقيقة لنقل وحدة سياسية إدارية يقودها رئيس عشيرة أو رئيس عشيرة متحالفا مع عشائر أخرى. هذا النمط من القيادة انتهى بعد مؤتمر برلين ومؤتمر فيينا في ثلاثينيات أربعينيات القرن التاسع عشر، وخلق فراغ في كردستان. كان هذا مجالا لكي تتولى القيادات الصوفية قيادة المجتمع لنقول،
وإنقاذه من حالة الضياع التي كان فيها. تعرفين الفرق الكبير هو أن الطريقة حقيقة نشاطها وتأثيرها أوسع من نشاط العشيرة. لذلك هذا النمط الثاني نراه في ثورة الشيخ عبيد الله النهري 1880، ثورة الشيخ سعيد، الشيخ رضا، الشيخ محمود، الشيخ عبد السلام الثاني، الشيخ أحمد بارزاني. هذه الطريقة لها محتوى اجتماعي مهم جدا أثر على تأسيس الحزب وعلى منهاج الحزب: العدالة الاجتماعية، قبول الآخرين، تعامل إيجابي مع المرأة، تعامل إيجابي مع الآخرين بالأديان، ومحافظة على البيئة والإيمان بالشعب وبقضيته، والاستعداد للتضحية بالنفس، وأن يكون الشخص المؤمن بهذا النهج آخر من يطالب الامتيازات وأول من يضحي. هذه المبادئ وشخصية البارزاني إذا تلاحظيها ومبدأ الجبهة الوطنية اللي أشرت إلى أنا بالبداية، ثلاثة عوامل رئيسية تمخضت عن بلورة منهاج الحزب الديمقراطي الثاني بالشكل الذي نراه. نعم سيد عبد السلام، بكلامك بالبداية على المؤتمرات اللي انعقدت منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا نتكلم على المؤتمر الأول اللي انعقدت بسنة 46 لحد المؤتمر الرابع عشر إذا ما أكون غلطانة، هذه المؤتمرات اللي انعقدت تأثيراتها الإيجابية، نتائجها على الحزب شلون يعني تشوفه إذا تتكلم لنا أكثر؟ نعم، إذا تسمحين لي فقط أنا أكمل ما بديت أني، لأن من بتر الفكرة أنا كنت أتكلم عن أنماط الثلاثة للقيادات، صح. لأن هذا مهم بالنسبة حتى نعرف تأثيرات على الحزب. القيادة الأولى قلنا قيادة إقطاعية محصورة في منطقة معينة، القيادة الصوفية كانت منتشرة أكثر. النمط الثالث هو نمط زعيم يتولى قيادة حزب لمنهج سياسي ونظام داخلي ويعني تركيبة تنظيمة معاصرة. البرزاني الخالد ينتمي إلى هذا النمط الثالث من القيادات، رئيس حزب عصري، لكنه يستمد قوته من جذوره التي تعود إلى النمط الثاني أيضا، لأنه تربى في حضن قيادة صوفية. هذا ليس موجودا لدى أي حزب آخر، وهذا هو الذي في الحقيقة أنا أعتقد جعل مكانة البرزاني والعائلة البرزانية في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت هذه المكانة، وأن تكتسب ثقة الجماهير. نعم طبعا مؤتمرات الحزب العفو. نعم بس تعقيبا على هذا الكلام حضرتك، لأنه رجعت لهذا السؤال وأنا بصراحة خطر لي. حضرتك حكيت عن الطريقة النقشبندية اللي اتبعوها، ممكن نلقي الضوء أكثر كيف ممكن نوصف الطريقة النقشبندية اللي تبعها البارزاني الخالد والبارزانيين بشكل عام؟ شوفي أنا ليش أكدت قلت طريقة النقشبندية الكردية بالذات التي أدى بها الشيخ خالد مولانا خالد النقشبندي. الصوفية هناك حديث كثير، هناك من مع الصوفية، هناك من ليسوا معها، هناك مجموعة مدارس صوفية، ولكن الشيء اللي يختلف في الطريقة الصوفية بالذات التي أتى بها مولانا خالد والتي سار عليها خلينا نقول البرزانيون أيضا، هو أن يكون أنه ليس مجرد زهد عن الحياة أو تأمل بقدر ما كان لها محتوى اجتماعي وسياسي أيضا. يعني اللي يزور منطقة برزان يشوف الحيوانات البرية قريبة عنك، يشوف الخضار، يشوف منع كذا كذا كذا. وبرزان كانت معروفة أنه حتى في منطقة بخانقين أو منزاخو هناك خلاف شاب وشابة يحبون البعض وأهلهم يريدون يزوجوهم من الآخرين، كانوا يهربون يروح إلى برزان. شيخ برزان كان يرسل الرجال إلى أبائهم ويقنعهم بأن يحترموا إرادة الشباب إلى آخره. مثلا كان في برزان، هذه كلها مستمدة من النقشبندية الكردية، أنه يمنع زواج القاصرة مع العجوز أو المبادلة أو إلى آخره. المهم قبل في هذا كله سياسيا أنها كانت تنأى بنفسها عن التعامل مع المركز بعكس القادرية. القادرية هي أيضا طريقة صوفية، ولكن
كانت دائما تحاول أن يكون لها لنقل منفذ تتعامل فيه مع القيادة، سواء القيادة هذه كانت أو العاصمة أو المركز كان في بغداد أو إسطنبول أو طهران. البحث يقول هذا الاختلاف حتى موجود الآن في كردستان العراق أيضا، يعني الذين يسيرون أو متأثرين بنهج النقشبندي ينأون بنفسهم، بينما الذين يسيرون على النهج القادري يميلون إلى أن يتعامل مع المركز وحل المشاكل معه. مع أني أنا هذا ليس رأيي، هذا هناك رأي موجود. لذلك أساس العدالة الاجتماعية اللي يطالب بها الديمقراط الكردستاني، واللي حتى نربطها مع سؤالك أيضا، الذي تم تثبيته في برامج الحزب الديمقراطي الكردستاني وتنمية الفكرة، فكرة العدالة الاجتماعية من مؤتمر إلى آخر، حقيقة هي جاية من الطريقة النقشبندية أيضا. وكذلك الصفاء، الوفاء، النية الصادقة، إفرازات الطريقة النقشبندية، ولكن أخذت على يد البرزاني الخالد وباستمرار الحزب ومؤتمراته والتعديلات اللي جرت على منهاجه تبلورت إلى شعارات سياسية تريها. أكو ملاحظة، يمكن أنتوا ما أدري عندكم هذا السؤال ولا، اللي يقرأ منهاج النظام، منهاج الحزب الديمقراطي الكردستاني، منهاج الأول في 46 إلى منهاج الأخير، الكثير يقولون هذا مو منهاج حزب، هذا مو برنامج انتخابي لأربع سنوات، هذا يشبه دستور دولة. وهذا صحيح. وأنا بتصوري أن هذا كان متعمد. ليش؟ هذا يعكس طبيعة الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني تبنى شعارا خارجيا لنقل للخارج، الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ثم تطور إلى الفدرالية للعراق، هذا كان الشعار الذي يطرح للخارج. لكن أبناء شعب كردستان حتى لو لم يكن شيء مطروح كانوا يؤمنون بأن الديمقراطي وبالذات قيادة البرزاني، هذا الحزب هو أداة الحركة التحرر الكردية لبناء الدولة الكردية. طيب إذا رجعنا لدور البرزاني الخالد، خلينا ندمج مع هذا السؤال، دور البرزاني الخالد في الحزب. قلت أولا البرزاني فرض شروطه من البداية، أن يكون الحزب حزب يجمع الكل، لأن المهمة تتطلب جهود الكل أولا. الشيء الثاني التربية الثقافية لنقول والسياسية للبرزاني الخالد أثرت كثيرا على صياغة نهج الحزب وإيديولوجيته. أنا أذكركم فقط وأذكر المشاهدين والمتابعين بخطاب ألقاه البرزاني الخالد في بداية 1948 في باكو بدعوة من الحزب الشيوعي، كان هناك اجتماع واسع للكرد. البرزاني الخالد ألقى خطابا ذكره السيد مسعود البرزاني في كتابه الأول في البرزاني والحركة التحرير الكردية. هذا الخطاب تصوري في 1948 في اجتماع منظم من قبل الشيوعيين، البرزاني الخالد يطالب بأن يكون الحزب وتكون الدولة المستقبلية هي دولة الكل، ولا يجوز أن نعامل أحدا أو نرفض أحدا بناء على انتمائه الطبقي، هناك مكان للتجار البرزاني الخالد في خطابه يطالب بالاهتمام بتربية المرأة وفتح مدارس للبنات وتنظيمات الطلاب والشباب والمرأة، يطالب بالتصنيع. لو تلاحظين هذه كلها هي آمال ورؤية البرزاني الخالد لما يمكن أن يصل إليه أو يكون عليه من شرع كردستان. بمعنى البرزاني مصطفى برزاني أدخل إلى الحزب فكرة منهاج ورؤية متكاملة لنقل مجتمع كردستان من الحالة المظلمة والمتأخرة التي كان فيها إلى مجتمع جيد مراد أو مشتهى أو متخيل جيد. هو مجتمع مزدهر يعني تزدهر في ظل الزراعة والتجارة والمواصلات، هذه كلها ذكرها البرزاني في 48 وأصبحت جزءا من أيديولوجية الحزب
إلى الآن. ودوما ما كنا نشوف يعني انه اكو مساواه بين الرجل والمراه، انه يركز على هذا الشيء الزعيم. بالضبط بالضبط. طيب اكيد واحترامه مكانه خاصه للمراه. صحيح. بخلاف العقليه البدويه العقليه الشرق اوسطيه. وهذا لاحظه طبعا اكثر الزوار الرواد الاوروبيين لما زاروا كردستان. قالوا كنا نذهب الى بعض البيوت ليس الرجل في البيت، المراه تقوم بدور الضيافه، وكانت هناك مراه نرى أنها محترمة وأنها لها رأي. وحتى الحجاب يعني المرأة الكردية عندها غطاء رأس كذا، ولكن ليس هناك هذا الحجاب يخفي الهوية. بالضبط. نعم. طيب وهذه صفة من الصفات الجميلة أكيد عند الزعيم. عن التأسيس وعن التاريخ وكل هاي المواضيع اللي كانت في الماضي، خلينا نحكي عن الحاضر. ما هو دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وكيف يتعامل مع القوى الموجودة والظروف الحالية والراهنة خلينا نقول الداخلية الإقليمية والعالمية؟ عاشتي ذاكي، سؤال جيد بالتأكيد، لأن هذا ضروري جدا أن نكمل به كلامنا. ليش؟ لأن الحزب الديمقراطي كل سنة من تأسيسه كان يؤمن بأنه لا يمكن أن يحقق الأهداف الخاصة بكردستان في ظل دولة لا تكون ديمقراطية في العراق. لذلك كان شعاره الرئيسي الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. تضمن المنهاج الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما رؤية أيضا لما يمكن أن يكون عليه العراق، تعددية حزبية، برلمان، ديمقراطية، أيضا مسائل المرأة، مسائل اجتماعية، صحة، زراعة، كذا كذا. هذا طبعا أعطى للحزب، إضافة إلى كون الحزب كما قلنا من البداية هو ليس حزبا طبقيا أو حزبا لمجموعة معينة سواء دينية أو قومية، بل حزب شامل، أعطاه إمكانية أن يكون منفتح، قدرة الانفتاح على جميع الاتجاهات. علاقته مع الحزب الشيوعي كانت منذ البداية علاقة جيدة جدا، لأنهم يلتقون في كثير من القضايا. ثم علاقته مع الحزب الديمقراطي العراقي وتشادرشي وهذه القيادات كانت أيضا جيدة جدا. لذلك بعد 1958 ظهرت نتائج هذه العلاقات الجيدة عندما تم مثلا صياغة الدستور المؤقت المادة الثالثة لأول مرة، الكرد والعرب شركاء في هذا الوطن، عندما تم مثلا استحداث مجموعة من المديريات، مديرية الثقافة الكردية إلى آخره. ثم في 1961 في الحقيقة أصبحت كردستان عندها طبعا لما تمكنت ثوار من تحرير بعض المناطق وإبعاد السلطات يعني قوات السلطة منها، تحولت إلى ملاذ ومأوى لكل المواطنين والديمقراطيين والأحرار العراقيين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد مجموعة الحكومات المتعاقبة. الحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات لوحده وضع مسودة لدستور العراق الجديد، العراق الديمقراطي، وهو الوحيد الذي من الأحزاب أعتقد اللي كان يفكر بهذه الطريقة. لذلك عندما كان يدخل في مفاوضات مع الأحزاب أو مع السلطات كانت رؤيته واضحة. وجود البرزاني الخالد ومن ثم وجود الرئيس مسعود البرزاني أيضا على قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أعطى إمكانية أن يمكن أن يتفاوض مع الأحزاب العراقية وأن يجمع الأحزاب التي لم تكن مستعدة أن تجتمع مع بعض. يعني طوال الثمانينات والتسعينات إذا تلاحظين حتى في نهاية السبعينات الديمقراطي الكردستاني دخل في الجبهة الوطنية الديمقراطية. جود الديمقراطي الكردستاني خلال تواجد الرئيس البرزاني وفود الحزب سواء في 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 سوريا او في طهران او في اوروبا، العاصمة الاوروبية، دائما كان يحاول ان يجد نقاطا مشتركة مع الاحزاب العراقية في محاولات إسقاط نظام صدام. الحقيقة حتى الأمريكان حتى الحلفاء اعتمدوا على الديمقراطي الكردستاني وقيادة برزاني الخالد في التفاوض مع الأحزاب العراقية. تمكنا من أن نعقد مؤتمر فيينا ثم مؤتمر بيروت
ثم مؤتمر صلاح الدين، ثم مؤتمر لندن قبل إسقاط النظام بأشهر. وهناك كانت لدى الديمقراط الكردستاني رؤية واضحة يمكن أن تقبل من قبل الأحزاب العراقية الأخرى غير الكردية، وهذا مهم جدا. يعني إذا تلاحظين لحد الآن آثارها، آثار تلك العلاقة وتلك الرؤية، العلاقة الحميمة الموجودة مثلا بين بيت الحكيم وبيت البرزاني، العلاقة اللي موجودة بين الحزب ومجموعة الأحزاب والقيادات، حتى الشخصيات خارج الأحزاب السياسية أيضا. كان حتى أنا أتذكر في عمري القصير كان هناك دائما طلب من مجموعات من السماوة من الأنبار من بأن ينضموا إلى الديمقراط الكردستاني ويفتحوا مقرات، لأنه طيب. كانوا يرون أنفسهم داخل هذا الحزب. طيب سيد عبد السلام، يعني أنت ذكرت كلمة أهداف بكلامك وأريد أركز عليها أكثر حتى نشرح أكثر للمشاهدين، لكن باختصار قبل أن نروح للتقرير، أهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني على المستوى القومي والوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي. نعم، على المستوى القومي لنبدأ، حزب الديمقراطي الكردستاني لا يخفي إيمانه بأن الأمة الكردية كأي أمة أخرى لها حق في أن تكون دولتها، بمعنى أن الأجزاء الأربعة لكردستان التي تم تقسيمها وفق إرادة القوى العظمى آنذاك، فرنسا وبريطانيا، على أربع دول، هذا تقسيم لا يمكن أن يستمر للأبد. صح، هذا أولا. لكن واقعية الحزب الديمقراطي الكردستاني جعلته يؤمن بأنه لا يمكن لنا أن نصل إلى هذه النتيجة بالقوة، لذلك سياسة الواقعية هو محاولة خلق نظام ديمقراطي في كل جزء من أجزاء كردستان، وبالذات الديمقراطي الكردستاني بالنسبة للعراق. إذا كانت هناك دولة ديمقراطية وهناك نظام ديمقراطي يؤمن بحق شعب كردستان على الأقل في حدود الحكم الذاتي أو الفيدرالية كما في العراق، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني بالنسبة على صعيد العراق، كما قلت من البداية الديمقراطي الكردستاني بحكم هذه المبادئ التي أشرنا إليها يؤمن بنظام ديمقراطي برلماني الآن فيدرالي وانتخابات حرة وتعددية حزبية والاعتراف بالاختلافات الموجودة داخل مجتمع كردستان. بالناحية المنطقة جسدناها عمليا من 1992، الديمقراطي الكردستاني والإرادة الكردية التي يقودها دائما حاولت أن تكون جزء من الحل، لا أن تكون جزء من مشكلة مع الجيران إلى آخره. وبالتأكيد على المستوى العالمي نؤمن بدور المنظمات الدولية والسلام العالمي ومحاولة علاقات يتم فيها احترام متبادل. المهام التي خلينا نقول المنوطة بالحزب. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة أي حزب يحاول أو يريد أو يسعى إلى أن يكون له دور قيادي في الحركة السياسية، العملية السياسية، سواء على صعيد قومي أو وطني، بالتأكيد يواجه باستمرار متغيرات. هذه المتغيرات تجلب معها تحديات تجبر الحزب، خاصة حزب عريق مثل الديمقراطي الكردستاني. عادة في علم الإدارة المنظمة التي لها تاريخ وتقاليد من الصعب جدا عليها أن تتأقلم مع المستجدات. الحزب الكردستاني أثبت طبعا بحكم قيادته وبحكم طبيعته أنه قادر بعكس كثير من الأحزاب أن يتأقلم مع المستجدات وأن يواجه التحديات، سواء كان ذلك من خلال اتباع أنماط مختلفة من النضال، العمل السري، العمل الكفاح المسلح، الدبلوماسية، مشاركة في الحكم إلى آخره. أهم شيء بالحقيقة أنا بتصوري هو أن نواجه الحركة العالمية في ابتعاد الشباب بصورة خاصة عن العمل السياسي. يعني تلاحظين بالعالم كله مسألة 50% و35% انتهت، يعني هناك مشاركات ضئيلة جدا في الانتخابات، هناك أصوات ضائعة، هناك عدم مشاركة بالانتخابات. الحزب يتصور بأن هناك أهدافه لم تتحقق بعد، وأن المهمة التي ولد من وتأسس من أجلها لا زالت تتطلب مساهمة الجميع. هذا تحدي كبير يجب على الحزب دائما وباستمرار أن يجد منفذا
إلى الشباب والجماهير. الشيء الثاني اللي التحدي اللي يواجه الديمقراط الكردستاني وتواجه معظم الأحزاب هي موجة الشعوبية الشعبوية التي مو شعوبية العفو الشعبوية البوبوليزم التي تسود العالم. أخذي ترامب، أخذي لبين، أخذي صاحبنا بنغاليا، حتى في كردستان أيضا في العراق. يعني الناس الذين يدغدغون مشاعر الناس ويتكلمون بشعارات كبيرة ويفرغون العملية السياسية من محتواها الفكري، هؤلاء يهددون العملية السياسية بصورة عامة. الديمقراطي الكردستاني بحرصه على تقاليده، بصدقه، بموضوعيته، بالتأكيد هذا إذا تقابلي مع الشعبوية والشعارات الرنانة والمزايدات هذا تحدي كبير جدا. المهمة الرئيسية للحزب هي في الحقيقة إيجاد سبيل لإقناع القيادة والنخبة السياسية في بغداد بأن العراق لا يمكن له أن يحكم إلا إما بالاضطهاد والديكتاتورية وإما بالاعتراف باختلافات الموجودة داخل الشعب العراقي. ولذلك يؤمن الديمقراطي الكردستاني بالفدرالية. الفدرالية الموجودة الآن في العراق في الدستور هي فدرالية كاملة لكل العراق، عمليا ليست هناك فدرالية. لذلك المشاكل التي ترينها بين بغداد وأربيل تأتي كلها من هذه العقلية المركزية، عقلية الدولة البسيطة المتأججة في الأخول في النخبة السياسية في بغداد، وإيماننا بالديمقراطية وبالدستور. هذا تحدي كبير. لذلك لحد الآن لا يمكن لنا كحزب يقود العملية السياسية أن نطمئن جماهيرنا بأنه أنت في كل رأس شهر تأخذ راتبك وهو من حقه. لا يمكن لنا أن نرى تقدما في بغداد يقبل بتطبيق مادة دستورية تحدد مصير المواد المناطق يعني المشمولة بالمواد نعم وإلى آخره. هذه جملة من التحديات. احنا هنا دا نتكلم على الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني بين التاريخ والمستقبل. أدري الساعة هنا ما تكفي أنه احنا ننهي بها الحكي على هذا الموضوع الكبير والمناسبة الحلوة، لكن الوقت يداهمنا. وأريد أسألك آخر سؤال، أنه الرؤى المستقبلية اللي وضعتها القادة الكردية بقيادة الرئيس بارزاني بالحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني الرؤى المستقبلية لقضية شعب كردستان بشكل عام شلون تشوفه؟ يعني أولا بالنسبة لقضية الأمة الكردية خلينا نقول وشعب كردستان بصورة عامة، الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحقيقة إلى رؤية ناضجة جدا، وهي على الأقل أن نستغل فرصة الحكم التي نديرها ونقودها في كردستان العراق لكي نظهر للعالم وللدول المجاورة وللحكومات طبيعة وماهية الكرد، فيما إذا أتيحت لهم فرصة بأن يديروا أمورهم بأنفسهم. بمعنى التطور الذي يحدث في كردستان العراق ليس خطرا لا على إيران ولا على تركيا، وبالعكس النمو الكبير الذي شاهدناه في كردستان العراق والاستقرار اللي يمكن أن يتمتع به العراق هو أحسن دافع لإيران وتركيا مثلا وسوريا أيضا لكي أن تغير تعاملها وطريقة معاملتها للكرد اللي موجودين عندهم. أنا أعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني عنده لازال مهمة كبيرة في العراق الذي مع الأسف الشديد لم يتحرر بعد من العقلية التسلطية، من رغبة يعني أي فئة مهما كانت صغيرة. أنا كمختص في علم الاجتماع السياسي أعرف منين الجذور، لكن هذا مو وقتنا أيضا. مشكلة الانتماء للعراق، هوية العراقية. الهوية العراقية لا يمكن أن تسود وتتحول إلى هوية رئيسية مقابل الهوية الانتماء للطائفة أو للقومية أو للدين إلا إذا تولد نظام حكم يعطي كل المواطنين شعورا بأنهم متساوون، بأنه لا فرق بين أحد وآخر، وبأن الذي يحكم لا يأتي لإمحاء الآخرين واضطهادهم بل لخدمتهم. هذا أعتقد واحد من المهام الرئيسية التي لا يمكن
لأي جهة أن تقوم بها على الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب بما يملكه من موارد بشرية، من خبرة، تمييز وإبداع، يمكن له ومقبولية أيضا أن يلعب هذا الدور، لأن العراق يحتاج في الحقيقة إلى من يحاول أن يوجد أرضية خالية من التعصب وما إلى آخره. جيد. نعم. الأستاذ الجامعة الفاضل السيد عبد السلام برواري كان ضيف كريم ويانا، نعتذر منك الوقت داهمنا، أكيد شرفتنا من سماع زاغروس، شكر جزيلا لك. أهلا بكم.